ثم قال بعد ذلك أدبا: وأنت أرحم الراحمين. إشارة أنك يا رب أرحم بي من نفسي. إي والله. ولذلك نقول للمفجوع في نفسه، والمفجوع في ولده، والمفجوع في ماله: والله إنك لا تدري، والله إنك لا تدري ما الحكمة في ذلك كله. لكن اعلم أن الحكمة إن غابت عنك فإن ذلك ما ليس معنى ذلك انعدامها. إذا غابت الحكمة عنك في الداء الذي رزقك مليون ثم أخذه، رزقك الولد ثم أخذه، رزقك الصحة ثم سلبها، ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. لذلك اعلم أن الله أرحم الراحمين.